ناس في يدو شي حاجه ما قدرش ندخل شي يقدر يديك شي هذيك ولا شي حاجه، ولكن اذا كنت شفتو ما اذا بلا والو نقدر ندخل نعاون. على حسب هذا الشخص هذا خلينا نبداش، لكن شفت شي بنت زعما شي واحد تعرض لها اذا ما تقدرش تدافع على راسها نقدر نقابل ندافع عليها، ولكن اذا كان شي شخص زعما قد بحال ما نقدرش نحكي عندي انا في هذا الوقت هذا كنشوفوا الظاهره السارقه ما كنقدروش دابا مثلا تمشي تهضر تدافع على هذيك الدفعه ما يديهاش يديك هي شي هاي يخليك زقتينا المشكلة مع داك اللي كيسرق، ولهذا كنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كنشوفوا دابا هادشي ديال السرقة زادت من البطالة بزاف ديال الأشياء اللي كنشوفوها، تعرف على المجتمع المغربي على حساب الشرطة القضائية ولا الناس اللي كتعمل الواجبات ديالها، يعني الشعب اللي غيتكلم في المستوى في هاد الساعة، يعني ضروري حماية الشعب اللي يحمي بعضوش الله يبي ما خلقات البطالة وتيني على هاد المشاكل ديال الدولة. بالنسبه شفت مثلا شي واحد كيجلس شي وحده غنشوف على حسب الظروف ديال ديك الكريساج، الا كان شي حاجه كراب وشي واحد واخد شي حاجه يعني مخدر او ما نقدرش نقرب ليه، غنشوف حتى هي غادي نعيط على الناس اولا غادي نفيلمي. دابا الفيس الحمد لله ولا كيوصل رساله، ولا كان شي اعتداء اللي هو بسات لي غنقدر عليه بطبيعه الحال غادي ندخل. بالنسبه ديالي انا اذا مثلا كان شي واحد ولا شي كريساج ولا شي حاجه وقع لي هاد القتله من حقنا ندخلو، ما كانش نشوفوا اي مثلا رجل امن ولا نعيطوا له، ما كانش نسجلوا، يعني دابا التليفونات كاينين الحمد لله وتقدر تسجل وتقدر شنو الانسان كيخوف. مشينا عندو هذا هو الاولاني نحيدو اذا كانت في يدو شي حاجه ولا، ولكن اذا كانت في يدو شي حاجه بحال الشفره ولا شي حاجه ما نقدرش حتى انا تخاف على راسي. واذا كنت قدام نشبر ما كنتش قادر حتى ديك الساعه شي حاجه طلعت ياتي كاين عاوتاني كيشبدو عاوتاني السلاح كيشبدو معاهم شي حشفار يقدر يمشي مع الجبل مثلا. بنت بحال مرا وهذه راه هي يشوفوا الناس كاملين يقدروا يدافعوا عليها يقدر يدافع عليها تام بالنسبه، ولكن الراجل بالنسبه للراجل كتشوف الراجل يقدر يدافع على راسو يقدر مثلا الناس يدخلوا، ولكن في هذا الوقت هذا صعيب باش تدخل في واحد القضيه بحال السرقه بحال هكا تدخل تدافع عليها زقتينا في مشكل. اول حاجه خصنا نوجهوا هادشي كامل الحكومه عندنا الناس كامل الشباب تجيب التابس اللي والي عليه العام ده بزاف باش يكون مستقبل البلاد. شنو هما بالميساج باش يعاود شي شويه راه مضاره كامله سوريه الوقت سوريه السياسات القادات الوقت الاستعمار ما بقاش غير الوقت دابا تجي تساعد حقوق الانسان والسلميه البشريه كنتمنوا الدوله انها توفر هادشي في اسرع وقت. ولا شفتي بنت كتسرق نمشي نقول رد بالك ولا فهمتي ما نخليهاش زعما حتى يسرقها ولا هادي، ولكن بلا صداع كنقول ما عجبنيش ديك الفوضى ما عجبنيش ديك الصداع ولا فاتنا نوض فاتنا واحد يمشي ياكل الطاق واحد ماشي مزيانه. هذا انا وقعت لي في السوق بلا ما نذكر الاسم ديالو السيد كيطلع بسطام الهاجي، انا مشيت سطمت له على رجلي مرتو شكت شي حاجه قلت له رد بالك بسطام ديك السيد بقى كيتناني انا تنسيت نمشي بحالي وهو كان عادي يتبعني ديك الشفار. يوم تبغيت انا شي حاجه لخارجي كنخاف زعما نهضروا الهضره بصراحه، وهاد المصيبه ديال المخدرات هي اللي جعلت هاد الشباب هادو الله يعفو عليهم ينحرفوا يعني لا بالنسبه للسرقه ولا بالنسبه لكل ما هي حاجه، واذا هضرتي يقدروا ينتقموا منك ولا الانسان كيجي خوف. المهم الله يهدي الجميع.